اعملوا او اقفلوا البتاع، اقفلوا الشاشه بتاعته. لا ماشي طبعا انا ماليش دعوه. طيب افتح فيلم. انا قبل التحدي حاجه عندنا انا سجل مع نفسنا حاجه. لا يا باشمهندس انت هتجيب انا الموضوع ثبته. انا ماليش دعوه. نعم يعني اللي بدات الفات صوتها كان بعيد خالص خالص. انت ما سمعتهاش؟ ما سمعتش. لا لسه مذاكرهاش. لا لسه ما حضاش على الباب. انت مذاكرهاش؟ انت مذاكرهاش؟ لا والله ما ذاكرتش حاجه. ما بتاخد كورس ليه؟ المسلمين تشجعونا يا جماعه، ما اسكتش تشجعونا. يلا ذاكر. شجعنا؟ انزل كده لوحدك كده وشجعنا معاك. نطلع الاوائل. اول حاجه اتكلمنا فيها المحاضره اللي فاتت كده كان البورت سكيورتي، ازاي احمي الشبكه بتاعتي. هنا البورت سكيورتي هنا كان بيمنع لي اي جهاز غريب يخش جوه النتورك بتاعتي. بورت سكيورتي ده يا شباب بيحمي لك الشبكه من حاجتين. احنا اتكلمنا في حاجه منهم بس حاجه ثانيه ما اتكلمتش فيها. بورت سكيورتي ايش؟ طب احنا ممكن نقعد اللاب قدام التليفون ليه؟ ما هو نجيب لاب قدام عشان بقى يحكي الصوت. حط اللاب ده هيجيب؟ اه هيجيب. ايوه هنا بورت سكيورتي شباب خدنا المحاضرة اللي فاتت. ربطت الانترفيس 0/1 والويب 0/2 يعني كده ربطته بالجهاز بي سي 1 وبي سي 2 بحيث لو الجهاز بي سي 3 ده بتاع الطاقم ده الراجل ده ليه ان اوثرايزد اكسس مالوش الصلاحيه اصلا يخش جوه الشبكه بتاعتي. لو جه يوصل باي انترفيس سواء اف 0/3 لغايه اف 0/24 هل كان هيشتغل؟ لا، لان انا كنت قافل الانترفيس اللي مش مستخدمه. طب لو شلت كابل من الموجودين لان برضه مش هيشتغل لان انا رابطه بماك ايه؟ الاجهزه اللي موجوده بس الاجهزه الاوثرايزد اللي موجوده. ده نوع من انواع الهجوم اللي انا منعت الاوثرايزد يوزر. رحت واخد الاتاكر ده هو طيب كان راجل اصلا جوه الشركه بتاعتك. يعني الراجل ده هو بي سي واحد ده تمام راح واخد كورس سي اتش كده ولا حاجه وجاي حابب ايه؟ يطبق عندك في الشغل. يعني هو راجل اوثرايزد اصلا ليه صلاحيه يخش الشغل ويلعب جهاز الكمبيوتر وكل حاجه. يعني الجهاز بي سي واحد ده فعلا مربوط بالانترفيس ده وانا ضربته لان ده صاحب الجهاز اصلا. انا اتوقع الراجل ده النوايا بتاعته مش مظبوطه تمام كده حب يعمل هجوم في الشبكه. ايه ممكن الهجوم اللي يعمله؟ قال لك ممكن ببساطه مش السويتش ده ليه ماك ادرس تيبل؟ ماك ادرس تيبل بيخزن فيه المعلومات بتاعته بيكتب اف 0/1 وصل بي سي 1 اف 0/2 وصل بي سي 2 وهكذا. طب الماك ادرس تيبل ده اخره مثلا يتحمل لغايه 300 انتري مثلا 300 جهاز تمام كده 300 سجل موجودين ايه؟ موجودين عند او 500 سجل على حسب نوع السويتش اللي انت جايبه. فساعتها الجهاز ده ممكن يعمل حاجه اسمها هجوم بيسموه ماك ادرس فلودنج. يعمل حاجه اسمها ماك ادرس فلودنج. طب ماك ادرس فلودنج دي يعني ايه؟ هيشغل برنامج عنده زي برنامج مثلا دي سنف او حاجه دي سنف. البرنامج ده بيقعد يبعت فيرتشوال ماك للسويتش بتاعك ممكن يبعت له مثلا 1000 ماك في الدقيقه الواحده يعني. فساعتها هيملى مين؟ الماك ادرس تيبل بتاعي هيبقى فيه اف 0 بي اف 0 على 5 بي سي 1 واف 0 على 1 واصل بالجهاز ايه واصل بالجهاز بي والجهاز سي والجهاز دي كل ده على نفس البورت بتاعه. فساعتها الماك ادرس تيبل بتاعي مش هيعرف يتعلم لا بي سي 2 ولا يعرف يتعلم الجهاز بتاع بي سي 3 ولا يعرف يتعلم بي سي 4 ليه مش هيعرف يتعلمهم؟ وخلاص ما الراجل ده ملل ايه؟ الماك ادرس تيبل كله. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ هو كده هيستفاد ايه يعني لما يملى لي الماك ادرس تيبل؟ بص كده السويتش بقى هيتعامل ازاي؟ لو جه بي سي 2 يبعت داتا لبي سي 3 وجاب باكت بالمنظر ده يقول انا بي سي 2 وادي لي حاجه لبي سي 3 السويتش هيجي يعمل بيرن مش عارف تمام كده لان خلاص الماك ادرس تيبل مليان. يجي يعمل فورورد رايح لبي سي 3 طب بي سي 3 عنده؟ مش هيبقى عنده ما هو الراجل ده ملهوله اصلا. فساعتها لو حاجه مش عندي في الماك ادرس تيبل بعملها ايه؟ بروكلاس. فساعتها هيبعتها لده وهيبعتها لده وهيبعتها لده. فساعتها الراجل ده هياخد الداتا اللي كانت موجوده اصلا لمين؟ السلات. يعني حول السويتش بتاعي من سويتش لمين؟ الهب. اكنه بقى زي الهب بالظبط. وكان عيب الهب في السكيورتي اللي هو كل ما يجي له حاجه يروح عاملها ايه؟ بروك بس على الكل. اهو بالهجوم اللي اسمه دي سنف ده او بالهجوم بتاع الماك ادرس فلودنج ده قدر الجهاز بي سي واحد ده يحول السويتش بتاعي لمين؟ الهب. عن طريق اللي هو عاملها لمين؟
الماك ادريس تيبل. طب والحاجه زي كده احنا عملناها المره اللي فاتت ازاي؟ كان في امر كده هو اللي هيحميني من الهجوم ده، في امر كده اتاخد المره اللي فاتت في البورت سكيورتي هيحميك من الهجوم ده، تفتكر انهي امر في دول؟ اي امر في دول هيحميك من الهجوم ده؟ انهي امر في دول هيحميك من الهجوم اللي البورت الواحد اتعلم كذا ماك كتير كده وملاهولك؟ اللي هو اللي فين ده ماكسيمم؟ ماكسيمم صح. انا قايل له البورت اخره اتعلم كام ماك؟ ماك واحد بس. فهو يتعلم اول ماك يجي له هيجي يقول له طب اتعلم ايه؟ يقول له لا خلاص عرفت اسمك بايه؟ بس هيقول له طب اتعلم بيه؟ يقول له لا خلاص ما عادش ايه؟ يبقى كده الامر ده بتاع ماكسيمم 1 ده حماني كمان من الامر من الموضوع اللي هو بتاع مين؟ الماك ادريس. يبقى البورت سكيورتي اللي احنا عملناها حماتني في حاجتين، اول حاجه منعت الناس الان اوثرايزد اللي ما يخشوا جوه الشبكه، ولو حد اوثرايزد جوه الشبكه انا واثق فيه وحب يعمل نوع من انواع الهجوم زي الماك ادريس لودنج عشان يحول لي السويتش الهاب، انا قدرت امنعه عن طريق الامر اللي اسمه ايه؟ ماكسيمم. لان انا بقول له اخر اتعلم ماك ايه؟ ماك واحد. يبقى هيقدر ينقل السويتش بتاعي؟ واضحك؟ تمام. ده كان البورت سكيورتي. خدنا ادفانسد شويه من بورت سكيورتي المره اللي فاتت اللي هو مين؟ ها بورت بيز اوثنتيكيشن. روح اسال بقى ريديا السيرفر او تكاك السيرفر، كنت هساله عن ماك واليوزر نيم والايه؟ الباسورد. تمام كده. فكانت دي زياده في السكيورتي شويه. وستورم كنترول. تمام كده. لو واحد بيبعت بروكاست كتير، الراجل ده عمال يبعت بروكاست كتير او يونيكاست او مالتي كاست كتير، فساعتها في الستورم كنترول ده كنت بوقفه لايه؟ لليميت معين، لحد معين. سكيور الفي لان، كان في ثلاث انواع من انواع الهجوم بيتم على الفي لان. تمام كده. فيلان اكسس ليست، ازاي امنع يوزر عن يوزر هما الاثنين في نفس الشبكه مع بعض في نفس الفيلان مع بعض عن طريق الفيلان اكسس ليست. او الافضل كانت مين؟ برايفت فيلان اللي هي البرايمري والسكندري، والسكندري كان في منها حاجه اسمها ايزوليتد. تمام كده. او سكيور فيلان ترانك. سكيور فيلان ترانك ده كان ممكن يكون الجهاز بتاع الهاكر ده يبتدي يقعد يتفاوض مع الجهاز بتاعي يقول له خد بالك ان ترانك زيك، فيقوم يحول البورت لايه؟ لترانك. فكده هيأكسس اي فيلان. قلنا لا منعنا الكلام ده عن طريق قلنا له سويتش بورت مود ايه؟ اكسس. تمام كده. طب كان في نوع تاني، الراجل ده بدل ما يحط تاج واحد كان بيحط اثنين تاج عشان يوصل بفيلان النيتف فيلان، فكنا بنحلها اللي احنا ما كناش نحط حد في النيتف فيلان او اعمل نيتف فيلان تكون غير ايه؟ غير مستخدمه. تمام. او كان في حل ثالث اللي هو مين؟ انا اخلي واحد تعدي بتاج حتى النيتف فيلان تعدي بايه؟ بتاج. تمام. دماغكم حلوه في السكيورتي. كملوا سكيورتي ان شاء الله. سبوفنج اتاك بقى. النهارده بس هنتكلم في حاجتين. حاجه اسمها سبوفنج اتاك. هو مش مهندس الفرق بين السكيورت في لان والبرايفت في لان. لا سكيورت في لان ده اللي عملناه الرئيسي، البرايفت في لان ده والجراند اكسس ليست دول لو عايز تمنع جهازين في نفس الفلان عن بعض. فانت بتقارن كده بحاجه وحاجه عنوان. سكيور فيلان ده العنوان الرئيسي. تحت بقى سكيور فيلان ده بتأمين الفيلان، تحت بقى ازاي اعمل فيلان اكسس ليس، ازاي اعمل برايفت فيلان، ازاي اعمل البورت بتاعه. طيب هنتكلم في حاجه اسمها سبوفنج اتاك. سبوفنج اتاك وهنتكلم في سكيورتي ريكومنديشن او شويه افكار كده في السكيورتي. سبوفنج يا شباب، سبوف للحاجه يعني مخادع. تمام كده. هجوم مخادع يعني ايه هجوم مخادع؟ ده هجوم من راجل اوثرايزد، الراجل اللي كان داخل جوه الشبكه بتاع ده راجل انا واثق فيه اصلا، بس برضه خد له كورس ولا اتنين كده وعايز يعمل هجوم جوه الشبكه بتاعه. طب ازاي يمنعه بقى الراجل اللي هو المخادع ده؟ جيب بس انا سبوفنج اتاك. قال لك الهجوم المخادع عندنا ثلاث انواع. سبوفنج اتاك. نعم. ميتيجيت اللي هو تقليل. بتقلل من حده الهجوم ده. ميتيجيت اللي هو زي بتحصر حاجه كده او بتقلل من الهجوم. دي سبوفنج اتاك. وبعدين انت اللي بتسال احمد برضه. ما خدناش في الكورس معلش. بيتش السنين. ده كورس اساسي.
كل حاجه بخش عندي ثلاث انواع من انواع السبوفنج يا اختي. تمام كده، في حاجه بيسموها دي اتش سبوفنج وحاجه اسمها ارب بوزن او ارب سبوفنج واي بي سبوفنج. تمام، مخاليه حاجه بتخدعك على دي اتش سي بي وحاجه بتخدع الارب وحاجه بتخدع الايه الاي بي. ايه الكلام ده؟ شايفين الراجل الحرامي ده بيقول ايه؟ لازم يكون الصوت بالثلاث حاجات اللي طالعين منه، ما هم دول الثلاث حاجات اللي هنشرحها. اتش سي بي مره بيقولوا لنا دي اتش سي بي، تفتكر لما الاتاكر يبقى هو دي اتش سي بي المشكله؟ هيوزع هو الاعلانات كلها وبعدين يشرح ده بس ده هو كل ما حد يحب يطلع الشبكه ثانيه يروح له هو. صح كده، بيعمل حاجه اسمها مان ان ذا ميدل اتاك، ممكن يخلي نفسه هو الجيت واي. يعني بدل ما يقول للناس الجيت واي الراوتر يقول لهم انا ايه؟ انا الجيت واي بتاعك، فالناس بدل ما تخرج بره الراوتر تروح له هو الاول. تمام كده، فدي مشكلته لو قال انا الايه؟ دي اتش سي بي. الحاجه الثانيه. بقول لهم انا السورس بتاع حاجه اسمها داير اوف سيرفيس اتاك، يعني بيقول لهم انا الاي بي، الاي بي بتاعي كذا كذا كذا، يعني بيغير الاي بي بتاعه. شفت كده اللي هو بينتحل شخصيه غيره بحيث ما يتمسك ما يتعرفش اللي هو. تمام، اللي هو بيعمل حاجه غلط. يعني شفت انت كده لما تكون بتكلم واحد زميلك في المحاضره والدكتور يقول لك اطلع بره، تقول لا مش انا اللي بتكلم، ده ايه؟ زميلي اللي هو ايه بتلبسها في حد، هي دي. تمام كده، عايز اقول للناس اخرج باي بي بره الشبكه بس الاي بي غير الايه؟ غير الاي بي بتاعنا، بحيث لو اتمسك الهجوم ده اتعرف مين الاي بي اللي بيعمل هجوم، يجي يشوفوه من صاحب الاي بي ده ما يجيش عليا، يجي على زميلي. تمام ماشي. النوع الثالث بيقول لهم انا الايه؟ انا الجيت واي بتاعك برضه من زمان الاتاك، بحيث ان حد يحب يخرج بره بدل ما يروح للجيت واي اللي هو الراوتر ايه؟ يروح. يبقى الراجل كده عندها كام نوع من انواع الهجوم؟ ثلاثة. تمام كده، يا اما هجوم عن طريق الدي اتش سي بي يقول لهم انا الدي اتش سي بي فيقوم يوزع نفسه هو الجيت واي. تمام كده، يا اما هجوم عن طريق اللي هو تغيير الاي بي، يغير الاي بي بتاعه ويعملها يلبسها في اي واحد ثاني او يوديها لاي واحد ثاني. تمام كده، اخر حاجه اللي هو يقول للناس انا الايه؟ انا الجيت واي بتاعك. طب تعالى نشرحها بقى بشيء من التفصيل شويه، نمسك كل واحده لوحدها. طيب اول حاجه الدي اتش سي بي سبوفنج. يعني شوف الدي اتش سي بي سبوفنج ده الهجوم ده ايه هيتم ازاي وازاي اقدر اصد الهجوم بتاعي. لو الشبكه بتاعتي بالمنظر ده، ادي السويتش بتاعي وادي الاجهزه اللي موجوده عندي، ومن ضمن الاجهزه الدي اتش سي بي سيرفر بتاعي. طيب انا قايل الدي اتش سي بي ده الاي بي 10.0.0.1 وده الدي اتش بي سيرفر، قلت له وزع فرنج 10.0.0.0/8 والجيت واي هو 10.0.0.1. فالجهاز بي سي 1 ده وبي سي 2 وبي سي 3، الناس دي كلها اوثرايز، الناس دي كلها لها صلاحيه تخش جوه الشبكه، يعني الناس دي كلها انا واثق فيه، يعني بورت سكيورتي مش هيحميني في ولا واحد من دول، لان ده بيتم من ناس ايه؟ ها؟ جوه، ناس اوثرايز، الناس ليها صلاحيه تخش جوه الشركه بتاعتك. طيب المفروض الجهاز ده اول ما بيشتغل مش بيروح يجيب اي بي من دي اتش سي بي؟ صح، لو انت فعل عليه في الموتور اوتوماتيك يسحب اي بي من دي اتش سي بي، فساعتها المفروض دي اتش سي بي هيقول له انت الاي بي بتاعك 10.0.0.2 والجيت واي بتاعك هو مين؟ 0.1. ويجي ده كام؟ 3، والجيت واي بتاعك كام؟ 1، وده 4، والجيت واي بتاعك كام؟ 1. ده طبيعي، هل كده فيه هجوم؟ لا، ادالهم اي بيهات وقال لهم الجيت واي بتاعكم هناك اهو. صح كده، لغايه دلوقتي مفيش هجوم. طب تعال نشوف بقى الهجوم ده هيتم ازاي؟ هعتبر الجهاز بيس 3 ده هو ده الاتاكر، وقلنا في فرق ما بين اتاكر وهاكر، قلنا الاتاكر دي النوايا بتاعته سيئه لكن الهاكر نوايا حسنه. نوايا حسنه هو بيسموه الوايت ايه؟ وايت هات. وايت هات اللي هو داخل يشوف ايه المشاكل اللي في ايه الثغرات اللي عندك بحيث يقدر ايه يحلها. لكن الراجل الثاني ده الاتاكر ده داخل يشوف الثغرات عشان يستغلها ويخش جوه السيستم بتاعك يكتب حاجه هو عايزها. يعني ده الفرق ما بينها قيمه هاكر وقيمه ايه؟ اتاكر. طيب الاتاكر بتاعنا الجهاز بيس 3 ده حب يستخدم الهجوم بتاع الدي اتش سي بي. يعني كده طب هيعمل حاجه زي كده ازاي؟ اول حاجه بعملها بيشغل سوفت وير معين على الجهاز بتاعه. تمام طيب كده، حاجه بيسموها اسمها ايه؟
صديقي صديقي صرت ولا مش صديقي بترك ممكن يشغل عنده حاجه اسمها باك تراك تمام شجعته ازاي كده باك تراك او بتاع حاجه بيسموها كالي سيستم تمام كده كالي الناس طيبين قوي يا كات تمام كده كالي سيستم كالي سيستم ده توزيع توزيعات الاندكس دي فوق الباك تراك الباك تراك او الكالي ده الهاكر بيستخدموه عشان يهجموا على اي حاجه يعني اي هاكر لازم يستخدم يا اما ده باك تراك والجديد بتاع اسمه ايه؟ كالي سيستم تمام كده ده اللي بيشتغلوا بيه طب الباك تراك ده مجرد ما ينزله على الجهاز ده يقدر يعمل فيه ايه؟ يعني اول ما ينزله هنا ممكن يروح باعت ال اتش تي بي سيرفر كذا ريكوست كده ورا بعض يعني 1000 ريكوست ولا حاجه يطلب اي بي يقوم يخلص على الاي بيات اللي موجوده فين؟ في ال اتش تي بي فهو كده ايه؟ نهائي يعني ال اتش تي بي ده كان ايه اللي مثلا وزع 100 اي بي هو ايه؟ سحبه تمام فلما الجهاز ده يجي بعد ديسكفر هل الراجل هيقدر يديله اي بي؟ لا طب بعد ما يعمل الهجوم الاولاني ده يروح بقى مشغل الجهاز بتاعه برضه بنفس البرنامج ده مشغله كدي اتش سي بي فساعتها الناس دي ما تيجي تطلب اي بيهات يقول لهم ماشي انت الاي بي بتاعك 2 بس الجيت واي بتاعك 4 انت الاي بي بتاعك 3 والجيت واي بتاعك 4 اللي هو الجيت واي بتاعه اللي هو ايه؟ بتاعه يبقى ساعتها اول حاجه منع الخدمه من مين؟ ما تجيش تبي سيرفر حي بعد كذا ريكوست بسرعه كده ورا بعضهم تمام كده سحب مين؟ كل الاي بيات اللي في الاتش تي بي سيرفر وبعد كده بدا هو يشغل نفسه هو ايه؟ الدي اتش تي بي فكل جهاز دلوقتي يخش جوه الشبكه يطلب اي بي بدل ما اداه هو اللي يرد عليه مين اللي هيرد معاه عليه؟ الجهاز الثالث اللي هو الاتاكر بتاعه بس بدل ما يديله الجيت واي الصح هيقول له الجيت واي بتاعك مين؟ اربعه اللي هو الاي بي بتاعهم واضح كده الهجوم بيتم ازاي؟ طب اصد الهجوم ده ازاي؟ هو لما يروح له ها هو ما يروح له بقى الترافيك بتاعي مثلا دلوقتي انا عايز اطلع على موقع الياهو مثلا او طلع على موقع الفيس المفروض الباك اب بتاعتي تبقى طالعه كالتالي سورس ماك ديستنيشن ماك سورس اي بي ديستنيشن اي بي والداتا طب سورس ماك المفروض هيبقى مين؟ بي سي واحد سورس سورس اي بي برضه المفروض مين؟ بي سي واحد اللي هو الاي بي بتاعه اللي هو هيبقى كام؟ 10 0 2 ديستنيشن اي بي هيبقى الاي بي بتاع مين؟ ليه؟ بيستنى مين؟ ديستنيشن ماك المفروض الماك هنا اهو يبقى ماك مين؟ الجيت واي هو ايه اللي الجيت واي مين؟ أربعة فأنا لما أحط ماك الجيت واي أحط ماك مين؟ بتاع هو صح كده؟ فساعتها لما أروح للسويتش السويتش هيوديني لمين؟ بدل ما يطلع لنا الراوتر هيطلع لنا لمين؟ بيستلات وأول ما أروح لبيستلات هو كده شاف الداتا بتاعتي صح كده شاف الحاجة اللي أنا كنت رايح لها وبعد كده يعمل هو بريدج عنده في كارت الشبكة بتاعه بعد ما يشوف الداتا يروح موديها لمين؟ ل 10001 يطلعها على الراوتر عادي ويعملها يبقى انا كده لما اطلب ده هيجيلي وما اطلب صفحه الفيس هتجيلي بس اي حاجه قبل ما تجيلي انا بتعدى على مين؟ عليه هو يعني فعشان كده بيسموا الهجوم ده بيسموه مان ان ذا ميدل اتاك مان ان ذا ميدل اتاك اللي هو واحد كده قاعد في النص كده بينك وبين الجيت واي بتاعك تمام انت عايز تطلع نت بدل ما تطلع نت على طول على الراوتر لا روح له الاول وهو يوصلك وضحت؟ تمام طيب الهجوم ده ازاي اوقفه؟ يعني كده ازاي اوقف الهجوم بتاع ده؟ قال لك عشان توقف الهجوم ده تو ستوب دي اتش سي بي سبوفينج يوز دي اتش سي بي سنوبينج يا سلام هو بيعمل سبوفينج اعمل له انت ايه؟ ها سنوبينج يعني هو بيعمل سبوف اعمل انت سنوب تمام يعني ايه سنوب؟ ده بيسموه ايه؟ بيسموه ايه الراجل بقى شم ده؟ مدمن شمام صح هو ده سنوبينج دي اتش سي سنوبينج شمام الدي اتش سي بي يعني ايه شمام الدي اتش سي بي؟ سنوب يعني شمام؟ سبوف دي مخادع اه تمام سنوب بيشم شمام 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 ده اسمه سويت ميلو ايه؟ شمام التاني اسمه سويت ميلو
كرداش كورس شباب كبير حلوة اهو بصد انا بحرق خلاص الشباب تاني خلاص خلاص طيب امنع حاجه زي كده ازاي؟ قالك ببساطه هنفعل خدمه على السويتش بتاعنا اسمها دي اتش بي سنوبر. هيعمل ايه يعني؟ الخدمه دي هتعمل ايه؟ هتخلي البورتس اللي واسطه بالاجهزه هيسميها بورت انترست. البورت اللي واسطه بالاجهزه بورت انترست، والبورت اللي واصل بالدي اتش بي سيرفر انا هعمل له كونفجر اللي هو يشتغل ايه؟ تراست. يعني ايه بقى تراست وانترست؟ تراست موثوق فيه وانترست غير موثوق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول للسويتش الراجل ده ما يبعت دي اتش بي ديسكفر المفروض الراجل ده كان بيرد عليه بحاجه اسمها دي اتش سي بي اوفر. فاكر انت الرسائل بتاعت الدي اتش سي بي؟ صح، مش كان عندنا اربع رسائل في الدي اتش سي بي؟ حد فاكرهم؟ ديسكفر ترد اوفر، صح كده، برد ريكويست بيجي لي اكنولدج، تمام كده. فالمفروض الراجل ده هو بيرد عليا باوفر، فمجرد ما بفعل الدي اتش بي سنوبل السويتش بتاعي مش هيسمح باي حد يبعت دي اتش بي اوفر غير البورت اللي واصل بمين بس؟ دي اتش بي، لان هو الوحيد اللي تراست. طب البورت ده اما يجي انا ابعت دي اتش بي ديسكفر وده يجي يرد عليا، تمام، هل البورت ده مسموح له يعدي دي اتش بي اوفر؟ لا، لان البورت ايه؟ انترست غير موثوق فيه. يبقى معنى كلمه دي اتش بي سنوبنج اول ما تتفعل على السويتش البورت بقى نوعين، انترست وتراست. تراست يبقى مسموح له يرد على الريكوست بتاع دي اتش بي، انترست مش مسموح له يرد على الريكوست بتاع دي اتش بي. سهله؟ تمام. طب تفعيلها هم امرين. الامر الاولاني ده بيسموه بوجس دي اتش بي، بوجس برضو حاجه مخادعه. طيب افعل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه بعمل دي اتش بي سنوبنج بفعله جلوبال عموما على مود الكونفجريشن، بكتب اي بي دي اتش بي سنوبنج، وبعد كده دي اتش بي سنوبنج على الفي لان، بكتب اي بي دي اتش بي سنوبنج على في لان كذا وكذا. يعني اول حاجه انت فعلتها جلوبال يعني على الكل، تمام كده. وبعد كده قلت له وفعلها لي بالاخص على مين ومين؟ 10 و20. يبقى انت كده فعلت الخدمه بس ما شغلتهاش غير على فيلان 10 وايه؟ و20 بس. بس مجرد ما تعمل كده جميع البورت كلها بقت كل البورتس بتاعتك كلها انترست. طب ما لو كله انترست الراجل ده هيقدر يرد؟ لا، فمحتاج يخش على البورت ده ويقول له لا انت تعرف انت ايه؟ تراست، انت حبيبنا، انت خليك انت في جنب الواحده. هو كده كل البورتس بقت انترست، عايزك انت تبقى تراست. اعملها ازاي؟ دخل على انترفيس كده هنا اي بي دي اتش بي سنوبنج ايه؟ تراست. اكيد ده البورت اللي طالع على مين؟ على السيرفر، او هنا البورت اللي هو شغال ترانك اللي طالع على سويتش تاني. فهنا انترفيس بس 24. اه الانترفيس ده اكيد هو ده بقى اللي طالع على مين؟ على السيرفر بتاع دي اتش بي سيرفر اللي موجود عندك، تمام. لكن البورت الثانيه دي كلها هتبقى كلها ايه؟ انترست. بس كده انت حليت مشكله ولسه مشكله، اللي هو اول هجوم تم. اول هجوم تم كان الراجل ده عمل ايه؟ خد كل الايباد، سحب الايباد كلها. طب انت منعت الخطوه الثانيه في الهجوم اللي هو مش قادر يرد، يعني لكن هو ممكن يسحب الايباد كلها. بس ساعتها ده ما يجي يطلب اي بي، هو اي نعم ده الوحيد اللي مطلوب منه يرد، بس هل هيعرف يرد؟ ما هو خلص ما عادش عنده، تمام. طب حل الموضوع ده كمان ايه؟ قال لك ممكن اخش على الانترفيسز بقى اللي واصله الباص، اقول له مثلا اخركم مثلا تبعتوا 3 ريكويست مثلا، يعني تطلبوا كام اي بي؟ يعني تبعتوا 3 باكيت او تبعتوا 4 باكيت بس، اللي هو ايه؟ بحدد لهم الايه؟ الرينج بتاعه، ما تطلبوش كتير، ما تطلعش دي اتش بي ديسكفر كتير من البورت ده. طب اعملها ازاي دي؟ دخل على البورت اللي هو شاكك فيه وقال له دي اتش بي ليميت ريت كام؟ 50. يعني ما تستقبلش من الانترفيس ده اكتر من 50 باكت خاصه بالدي اتش بي، بالتالي 50 باكت ده يعتبر ايه؟ كتير جدا. هو دي اتش بي كله كام رساله؟ اربع رسائل، ببعت ديسكفر بترد عليا باوفر، ببعت ريكوست بترد عليا بايه؟ بقى نولش. لا ده هو فتح حاله شويه، قال له اخره يستقبل كام باكت او يبعت كام باكت بالدي اتش بي؟ 50. يبقى انت كده حليت المشكلتين، خليت الراجل ده ما يسحبش الايبهات كلها، وخليته كمان منعته ان هو يقدر يرد على الريكوست بتاعه. وضحت؟ تمام. السكيورتي بس افهموها، لما تهتموش بالكتابه قد ما تهتم بالفهم بتاعها. انتوا كده كده هتلاقوا في الملف اللي موجود معاكم بتاع السويتشنج في فولدر كده ملف اسمه ملخصات، تمام، هتلاقي جواه السكيورتي، هتلاقي انا كاتب لك شرح لك الكلام ده كله بالعربي. فافهم بس القصه بتاعته عامله ازاي، بعد كده الكوماند او الشرح بتاعه هتلاقي ايه؟ موجود اصلا، هتلاقي ان انا ملخص الكتاب اصلا كاتبه لك ملخصه لك في الورقتين دول. فافهم بس القصه بتتم ازاي وخلاص. لان هي السكيورتي مش محتاجه كتابه ومش محتاجه حفظ، السكيورتي دايما ايه؟ مش
دماغ تمام كده، تشغل دماغك اكتر كل ما السكيورتي هتحس بمتعه السكيورتي فعلا. اه تصدق ده فكره الراجل ده فعلا اخبارك، هو الاتاكر ده راجل فاهم شبكات كويس تمام كده، هو معايا تولز بتمكنه ان هو يهاك النتورك بتاعك. فالراجل ده لو ما كانش فاهم يعني ايه دي اتش سي بي والناس بتبعت ريكويست وهو بترد عليه الاكنولج تمام كده، ما كانش قادر يعمل الهجوم ده، لكن منه فاهم كلمه الدي اتش سي بي قال لك خلاص مش هو بيوزع ايباد هسحب الايباد بتاعته كلها. وبعد كده راح مطلع اداه ثانيه هو يشغل نفسه هو مين؟ دي اتش سي بي تمام كده. فانت عشان تسد الهجوم خلاص ببساطه البورت ده ما يبعتش اكتر من 50 باكت خاصه بالدي اتش سي بي، ده اول هجوم اتسد تمام كده. بالتاني هجوم اللي هو هيشغل نفسه دي اتش سي بي خلاص خلي البورت بتاعه ايه؟ انترس. الكوماند بقى والاوامر دي سهله هتعرف تجيبها باي شكل من الاشكال، فاهتم بس في السكيورتي بالايه؟ الفكره نفسها عامله ازاي تمام؟ طيب ده كده الدي اتش سي بي سنوبنج فاهم، يبقى دي اتش سي بي سبوفنج الهجوم ده كان عايز يعمل مان ان ذا ميدل اتاك واكثر حاجه اسمها دي اتش سي بي سنوبنج الامرين اللي موجودين عندك. يبقى اول امر اي بي دي اتش سي بي سنوبنج فعلت دي اتش سي بي، بعد كده فعلته على الفيلان كذا، وبعد كده دخلت على الانترفيس من كذا كذا قلت لهم اخرهم كنت بعت كام باكت بالدي اتش سي بي 3، ودخلت على الانترفيس قلت له لا خد بالك انت بقى نوعك انت ايه؟ تراست لا انت مبسوط فيك يعني اكيد ده البورت اللي طالع على مين؟ دي اتش. طب هم اصلا انتراست هم كده كده انتراست. اول ما تكتب اي بي دي اتش سي بي سنوبنج اللي هو اول امر اللي هو ده تمام كده فيلان كذا كل البورت اللي تبع الفيلان دي كلها بقت انتراست تمام. بكتب الميزانيات اللي عندي كلها. اه كل اللي عندك كل اللي انت عايز تفعله عليه. طيب الهجوم الثاني دايناميك ارب انسبكشن او الارب بوزر. طيب ارب بوزنج ده اللي هو بيسم لك الارب او عايز يبوظ لك الارب بتاعك عامل زي برنامج النت كات كده يعني. تعال نشوف برضه الفكره بتاعته عامله ازاي، الهجوم بتاعه هيتم ازاي، واسد انا الهجوم ده ازاي. طبعا عايز يعمل الهجوم ده زي ده عنده في الشبكه يعرف بس ازاي يتعامل مع الباك تراك ده او مع مين؟ مع الكارير. طيب كده الهجوم الاولاني كده الراجل ده ما قدرش يطبقه، ده كده الحمد لله الدنيا مستقره والراجل الناس دي خدت ايباد من دي اتش سي بي سيرفر وعرفت الجيت واي الحقيقي بتاعهم اللي هو 10 دي 01 حتى لو في مشاكل الدنيا شغاله تمام. الاتاكر تسدد عنده مشكله هيجي لك من حته ثانيه يعني، هو انت قفلت له ثغره واحده يدور لك على ثغره ثانيه يجي لك مال، قال لك طيب تعال شوف له ثغره ثانيه. الراجل ده بدا يفكر معاك في حاجه اسمها الارض. الارض ارب كان اختصار كلمه ادرس ريزوليوشن بروتوكول، كنت بستخدمه ليه ده؟ معايا ايه وعايز ايه؟ معايا اي بي وعايز ماك. يعني ايه؟ انا دلوقتي عشان اطلع على سيرفر ياهو ده لما كنا رسمين من شويه سورس ماك ديستنيشن ماك سورس اي بي ديستنيشن اي بي والداتا. سورس ماك المفروض انا، ديستنيشن سورس اي بي المفروض انا برضه اللي هو 10002، ديستنيشن اي بي الاي بي بتاع مين؟ اللي هي المشكله كلها في ديستنيشن ماك. المفروض ديستنيشن ماك يبقى ماك مين؟ لا ماك الجيت واي صح كده، المفروض اجيب ماك الجيت واي، بس الجيت واي مين دلوقتي؟ 10 دي 01 انت عطيت الاي بي بتاعه بس هل اديتني الماك؟ لا. فساعتها كنت انا هبعت ارب ريكوست، كان الجهاز بتاعي هيبعت ارب ريكوست ده الشكل بتاعه يقول يا جماعه دلوقتي انا بي سي 1 اف 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 مبعوثه للناس كلها تمام كده، انا 10002 بسال على الاي بي على الماك بتاع مين؟ مش ده شكل ارب ريكوست تمام كده. اول ما تروح للسويتش، السويتش هياخدها يعمل لها بروكاست لان قايل له بعتها للكل، فهتروح لده وهتروح لده وهتروح لده. المفروض حد من بي سي 2 او بي سي 3 هيرد؟ لا استنى بقى، انا بسال على الناس بتاع مين؟ واحد. وانتم مكانكم وانتم ايباكم كام؟ 3 4 يعني ما بسالش عليكم، المفروض اللي يرد بس مين؟ الراوتر. فالراوتر هيرد عليا في ارب ريبلاي يقول لي ماشي انا الراوتر بتاعك اهو تمام، برد على الجهاز بي سي 1 الاي بي 10001 بيرد على 10002. ساعتها اول ما يجي لي الرد اخد الماك ده واحطه فين؟ في الرساله الرئيسيه صح كده؟ مش ده الطبيعي؟ الكلام ده كده مفيش هجوم تمام. الراجل بقى اتفق منه فاهم نتورك كويس، قال لك طيب هو فلت مني وخد الجيت واي الصح بس هو مش عارف يستفاد بالجيت واي كله، ما هو لازم يجيب الماك ايه؟ الماك بتاعه، وعشان يجيب الماك بيبعت رساله اسمها ايه؟ اربع ريكوست وبعتها بروكوست.
بص بقى هو يعمل ايه. اول ما انت تبعت الرساله دي خلاص والراوتر رد عليك، انت سجلت عندك الارم كاش، سجلت عندك الجيت واي بتاعك 10001، النت بتاعه اسمه ايه؟ راوتر. بص بقى يروح هو عامل ايه، يروح الجهاز بيس 3 الاتاكر ده يروح بعت لك رساله ثانيه اسمها ارب ريبلاي، هيبعت لي ارب ريبلاي بس غلط، يقول له خد بالك بيس 3 بيرد على بي سي 1، انا 10001 برد على 10002. يعني مش هو خلاص الراوتر كان بعت الرد بتاعه وانا خدته سجلته عندي قلت 10001 ماكو اسمه ايه؟ راوتر. راح الراجل ده راح بعت لي رساله ثانيه قال لي لا 10001 بقى الماك بتاعه اسمه ايه؟ فانا كمني بتعلم انا دايناميك، هروح شايل كلمه راوتر وحاطط مين؟ بيس 3. يبقى دلوقتي لما اجي ابعت الترافيك بتاعي بدل ما احط ماك الراوتر هحط ماك مين؟ يبقى ساعتها لما اطلع على الياهو بدل ما اقول انا بي سي 1 ورايح للراوتر، لا انا بي سي 1 ورايح لمين؟ بي سي 3 وادي الاي بي بتاعنا رجع تاني من زمان الاتاك تاني. يعني انا بالظبط دلوقتي انا ما اعرفش رقم محمد كام، يعني فدخلت يا جماعه رقم محمد كام دلوقتي، راح واحد جاي محمد مثلا جه قال لي اه رقمه كذا 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 كذا، شويه لقيت احمد بيقول لي لا خد بالك الرقم ده مش صح، الرقم الصح اهو، وراح حاطين رقم تاني. فلما اجي اتصل بدل ما اتصل بمحمد انا نفسي بتصل بايه؟ صح. طب ليه؟ لان انا بصدق اي حد يقول لي اي ارب بصدقه، اي حد يقول لي لا ده ماك فلان ده هو ده الماك انا هصدقه. فهي دي مشكله مين؟ ارب بوي. لان كده الراجل ده بيبعت ارب بس ارب غلط، يعني بيرد رد غلط اصلا، يعني المفروض هو ما كانش يرد بالارب ريبلاي ده، المفروض اللي بيرد بس هو كان مين اللي هيرد عليا؟ الراوتر بتاعي. طب تفتكروا احل مشكله زي دي ازاي؟ طبعا هي الرسمه اللي قدامك انا بوضحها لك، بقول لك هنا الراجل ده بعت ارب ريكويست عشان يجيب ماك الجيت واي بتاعه 10111 اللي هو ايبر جيت واي. الراجل ده بعت ارب هنا المفروض ده بعت ارب ريبلاي مش ارب ريكويست، بعت ارب ريبلاي قال له اتفضل 10-1 الماك بتاعه سي 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 تمام كده ده الاي ماك بتاعه. بعد ما خلص راح الجهاز الاتاكر ده قال له لا خد بالك 10-1-1 ده الماك بتاعه بقى اسمه ايه؟ فساعتها ده لو وصلت هنا بعد كده لما يحب يروح ل 10-1 بدل ما يكتب الماك اللي هو سي هيكتب الماك اللي هو ايه؟ طيب حل المشكله دي، احل المشكله زي دي ازاي؟ تمام يعني امنع هجوم زي ده ازاي؟ قال لك اللي يمنعه لك بقى اللي يمنع لك الهجوم اللي اسمه ارب بوزنج ده، ارب بوزنج ده لو هتفهم الهجوم ازاي؟ تمام. اللي يمنع لك الهجوم ده حاجه بيسموها ارب او دايناميك ارب انسبكشن، دايناميك ارب انسبكشن، دايناميك ارب انسبكشن. انسبكشن يعني ايه؟ انسبكت الحاجه يعني ايه؟ يفتش صح كده؟ تفتيش على كل رساله ارب، اي ارب ريبلاي هيعدي على السويتش بتاعي هفتشه الاول. يعني ايه هفتشه؟ هتاكد انت بتقول دلوقتي انا لما بعت الارب ريكوست ده الراجل ده رد عليا قال يا جماعه انا راوتر وانا 10001 ده الماك بتاعه ده الاي بي بتاعي، وده برضه بعت ارب ريبلاي قال لا ده 10001 الماك بتاعه ايه؟ بس ده ارب ريبلاي وده ارب ريبلاي. تمام هبتدي انا ابص على الاثنين مين الصح؟ من الارب ريبلاي الصح؟ طب انا هعرف منين؟ هعرف منين اللي بيس 3 مش ده الاي بي بتاعه؟ يعني وانا هعرف منين الراوتر اللي مش ده الاي بي بتاعه؟ طب هتاكد من حاجه زي كده ازاي؟ قال لك يعني الناس دي صاحبه ايباتها منين؟ مش من الدي اتش اس بي؟ طب مش الدي اتش اس بي بيبنى عنده قاعده بيانات كل جهاز تمام كده؟ كاتب الجهاز اللي اسمه بي سي 1 سحب مني 10001 10002، الجهاز اللي اسمه بي سي 2 سحب 10003، الجهاز اللي اسمه بيس 3 سحب 10004، ده الماك وده الايه؟ الاي بي. فمجرد ما بفعل الخدمه ده على السويتش بتاعي بيعمل ايه؟ يروح ياخد الدي اتش بي يقول للدي اتش بي هات قاعده البيانات اللي عندي، هات الناس اللي خدت الاي بيات من عندي، ياخد قاعده البيانات دي منها مثلا. طب وبعدين؟ اول بقى ما يجي ارب ريبلاي زي ده فيقول له طب استنى بقى كده قبل ما يعدي لي الجهاز يقول له اه انت بتقول بيس 3 والاي بي بتاعك 10-1 لا ده بيس 3 المفروض الاي بي بتاعه كام؟ 10-4 بقى الرساله دي مش الارب ريبلاي ده مين اللي بياخد من السنتر الجدول بتاعه؟ سويتش. ما الامر ده هيتعمل على السويتش. فانت اول ما بكتب الامر بتاع الدي اتش دايناميك ارب انسبكشن على السويتش اي رساله ارب هتعدي على السويتش لازم يفتشها. طب هتعرف ان هي التفتيش صح ولا غلط؟ هتعرف ان هي الاي بي والماك ده وتقعد تحس الجهاز ولا لا؟ قال لك طب هم مش الاجهزه واخده اي باتها من هنا؟ طب والجهاز ده بيسجل داتا بيس في الماك والاي بي، طب ما تجيب الماك والاي بي دول.
يعني انا دلوقتي ما بوقفك حمله وعايز اشوف البطاقه بتاعتك صح ولا غلط، ياخدها يخش على جهاز الكمبيوتر يبحث بالرقم، اه الراجل ده عليه حاجه ولا ما عرفش. تمام كده ليه؟ لانه في جهاز الكمبيوتر ده متوصل بقاعدة البيانات كلها اللي عليها جميع الاحكام اللي على الاشخاص او جميع الاحكام اللي موجوده. ده كده الدايناميك ار بي انسبكشن. سال الفكره بتاعته، شفت الراجل الاتاكر بيتعب ازاي؟ لما بيتعب الراجل بتاع السكيورتي معاه، يعني انت عشان تفهم اصلا الهجوم بيتم ازاي وازاي تسده او ازاي توقفه تلاقي دماغك ايه؟ كبرت يا عم. هو في ايه؟ تمام ازاي راوتنج وسويتشنج؟ اه شغل اي اتش ار بي، راوتر اي اتش ار بي نتورك كذا. اللي هو ايه؟ دي اول ما خلاص بتشغل وخلاص، لكن هنا لا، ده هو بيشوف لك في ثغره في النتورك بتاعتك ويحاول هو ايه؟ يتغلب لك عنها. وضحت؟ عشان كده الناس بتوع السكيورتي كده مرتباتهم بتبقى ايه؟ عاليه، لان يعني الناس دي على طول دماغها شغاله بتلاقي ليهم اوضه لوحدهم كده، تمام كده بعيد عن الناس بتوع الصف الطوال اي تي خالص، تمام، لان الناس يقول لك الناس دي ايه؟ محدش يكلمهم، خليهم كده ايه؟ ساكتين لوحدهم كده في جنب لوحدهم كده. طب هو الواحد قبل ما يشتغل سكيورتي لازم يعدي على الاي تي؟ لازم يشتغل اي تي؟ الايه؟ الواحد قبل ما يشتغل تكون فاهم كل حاجه في الاي تي. لازم يشتغل اي تي؟ لا، تكون فاهم كل حاجه في الاي تي. يعني انت لازم تكون شغال في كل، ما هو الاي تي كده كلمه اي تي بتشمل تحتها جميع انواع اي حاجه لها علاقه بالكمبيوتر، يعني بتاع البرمجه اسمه مهندس اي تي، تمام، بتاع اللي بيعمل صيانه في الاجهزه اسمه مهندس اي تي، تمام كده، اللي بيعمل شبكات اسمه مهندس اي تي، يعني اي حاجه اسمها اي تي انفورميشن تكنولوجي، اي حاجه علاقه بالجهاز الكمبيوتر اسمها اي تي. لازم اكون عارف كل الايه؟ لازم اكون عارف كل حاجه. الكلام ده الناس بتوع السكيورتي لازم يكون دارس كل حاجه، يعني شفت كده، انت لما تجيب مثلا شركه عشان تامن لك المكان بتاعك او الشركه بتاعتك مش بتلف في الشركه كلها وتعرف مواعيد كل الموظفين واخراجهم وسجل البيانات بتاع كل واحد عامل ازاي، بتعرف كل ايه؟ صغيره وكبيره في الشركه عشان تقدر تامنها. لما هو نفس الكلام، انت عشان تامن لي شبكه لازم تكون كويس قوي في الراوتنج، فاهم راوتنج والسويتشنج كويس قوي، فاهم فويس كويس قوي، لان انت هتامن الحاجه دي فتفهم البروتوكول شغال ازاي. طيب ده كده الدي اتش تي بي سبوفنج والاربو بوزر. الكوماند بتاعته يا شباب، يا الله، هنا نفس الكلام، فعلوا برضه دي اتش تي بي سنوبينج. هو كاتب الاوامر الاثنين مع بعض، يعني ماشي، يعني هو مفعل اوامر دي اتش تي بي سنوبينج اهي، تمام كده، شايف الامر ده، سيبك من اللي فوق، دول احنا عارفينهم، دول بتوع مين؟ طب تمام كده تصد الهجوم ده، لكن الثاني ده الامر بتاعك بس اهو اي بي ارب انسبكشن فيلان كذا وكذا، يعني بقول له بعد اذنك هتعمل انسبكشن لاي ارب ريكوست هيجي من فيلان 10 او فيلان كام؟ 20. لكن طبعا امر الريت والتراست الكلام ده فين؟ ها ده بتاع مين؟ بس لكن ال الامر ده بس تمام كده، اللي هو انسبكت اللي ياخد نسخه من الداتا بيز اللي موجوده على الدي اتش تي بي وحدها عندي، اي ار بي يجي لي افتش الاول اشوف الاول صح ولا لا بالامر ده. نعم ده هنا لو في انترفيس انا متاكد دايما ان هو هيطلع اربر بلاي صح، يعني البورت اللي طالع على الدي اتش تي بي صح، الراجل ده ما يردش باربر بلاي انا واثق فيه، ده ايه؟ السيرفر بتاعي مش محتاج افتشه. شفت كده اللي هو بقى حاطط علامه اللي هي النسر على العربيه، كان اول ما يجي في اي كمان ايه؟ عادي ده خلاص حاطط علامه بتاعتك. بكتب الامر ده ما بقولك لو عايز تكتبه بحيث الانترفيس ده انت واثق 100% تمام، ده الراجل ده عمره ما هيعمل هجوم، يعني ده ايه؟ ده بتاعي، ده السيرفر بتاعنا، هيعمل هجوم ايه؟ انا شاكك في مين؟ في اليوزر، لكن مش هشكه في السيرفر اللي انا عامله. فده معناه اللي هو اي اربر بلاي يجي من الانترفيس ده عادي، يعني مفيش مشكله. خلاص؟ طيب ده كده الهجوم الثاني وعرفنا ازاي نصده، يبقى شفنا الدي اتش بي سبوفنج وشفنا الارب ووجن، اخر هجوم اي بي سبوفنج، الراجل زهق منك مش عارف يعمل هجوم خالص جوه الشبكه بتاعته، تمام كده، ففكر يعمل هجوم بره الشبكه، يروح يهجم عليها مثلا، تمام كده، بس بدل ما يخرج بالاي بي بتاعه هو يقول له لا ده انا مين؟ 10 زيزو 3 بحيث اما حد يشوف اه ده اللي بيعمل هجوم دلوقتي 10 زيزو 3 اما حد يجي يمسكه بتاع مين؟ الجهاز بيس 2 بدل ما يمسكه بيس 3 يمسكه الشخص اللي قاعد هنا يمسك مين؟ بيس 2 يعني شفت اللي هو كل واحد اللي بياخد على فيه ويروح بص ورا الاخوان اللي ضربوني معايا هو ده اللي هو ايه؟ عايز يلبسها في حد تاني. طيب هنا الرساله بتاعتنا اظن الرساله وصلت هنسجل يا باشا احنا بيهمنا العمر واحد والرب ايه؟ واحد. طيب اي بي كورس ده اي بي سبوفنج
محدش ياخد السكيورتي ده النهارده. اي بي سبوفينج يعني كده هنا نفتكر ميك تك بيعمل هجوم بس ويز ديفرنت. طيب الراجل ده عايز ما يجي يعمل هجوم مثلا على سيرفر ليهم مثلا او حاجه المفروض هيكتب انا بيس واحد انا بيس ثلاثة والميك بتاع الجيت واي اوف جيت واي والاي دي بتاعي انا 10.04 وراح اكلم اياها وبعد كده الداتا بتاعتك ده المفروض الصح. تمام كده لما الجهاز بيس 3 يحب يطلع لموقع الياهو هيكتب الماك بتاعه انا بيس 3 وماك الجيت واي اللي هو ماك الراوتر والاي بي بتاعي اللي هو 10.4 والاي بي بتاع مين؟ ده كده دي مظبوطه دي تمام. بس دلوقتي لو الداتا دي فيها مثلا فيروس او فيها حاجه وبتاع الياهو ده بتاع السكيورتي هتتبع الباكت دي هيعرف اللي بعت الباكت دي مين؟ 10.04 وهيجي على 10.04 بيس 3 ده ايه؟ ايشن. تمام كده. طب حل الموضوع ده ايه؟ الراجل ده عايز يستخبى تمام بحيث لو الهجوم بتاعه ده فشل تمام هو ما يتضرش في حاجه محدش يثبت عليه حاجه فبدل ما يطلع الباكت بالمنظر ده عايز يطلعها كده يقول لهم يا جماعه ده بيس 2 اللي طالع تمام كده وماك الجيت واي برده عادي والاي بي 10.03 وراح للياهو والداتا تمام كده بحيث الراجل الداتا دي فيها فيروس او فيها اي مشكله والياهو الراجل بتاع السكيورتي تتبعه هيحسب ان الباكت دي جايه من مين؟ من 10.03 بدل ما هي في الاصل طالعه من مين؟ ها منه هو تمام كده. طيب حل الموضوع ده بس خد بالك هنا الماك هيكتب الماك بتاعه مش الماك بتاعه هو بيغير الاي دي بس. طب دلوقتي اشيل الهجوم ده ازاي؟ اوقف الهجوم ده ازاي؟ قال لك سهله مش انا برضه عندي قاعده بيانات مسجل فيها الماكات والايبهات تمام كده. فبص هيعمل ايه؟ هيجي يبص اول ما السويتش ده فعل عليه خدمه الاي بي سورس جارد فعل خدمه اسمها اي بي سورس جارد هياخد نسخه من الداتا بيس برضه وبص هيعمل ايه كده؟ اه ده انت بتقول بي سي 3 والاي بي بتاعك 10.04 اه فعلا بي سي 3 والاي بي بتاعك 10.04 يبقى الباكت دي سليمه ولا لا؟ سليم. الراجل ما غيرش الاي بي بتاعه انا اعطيت له دي اتش سي اعطيت له 4 وهو خرج بايه؟ ب 4 لكن لو جاي يحاول يعمل الحركه دي استنى بقى اما نروح نسال كده انت بتقول انت بيس 3 وطلع الاي بي كام؟ 10.03 لا ده بيس 3 واخد كام؟ 4 لا يبقى الرساله دي مش مظبوطه يبقى هنا زيها زي الارب انسبكشن بالظبط بس الفرق في حاجه واحده الارب انسبكشن بيعمل انسبكت او بيفتش جميع رسائل الارب تمام لكن ده الاي بي سورس جارد ده بيفتش جميع الداتا او جميع الباكت يعني ما بيبصش على رساله ورساله او باكت وباكت لا ده بيبص على كله ايه؟ كل الباكت اللي طالعه من اي جهاز لازم يتاكد ان السورس ماك والسورس اي بي هم نفس الماك والاي بي اللي موجودين في الدي اتش سي بي تمام يعني انا ممكن لو انا مفعل ده اوقف مين؟ اوقف بتاع الارب ده دايناميك ارب انسبكشن لان هما الاثنين بيعملوا انسبكت بس واحد بيعمل انسبكت لرسائل الارب بس والثاني بيعمل انسبكت لايه؟ للكل كده. فانا لو فعلت ده مش محتاج افعل الامر بتاع دايناميك ارب لان هو ده اشمل منه وضحت؟ يبقى هنا عشان افقف الهجوم ده بطلع رساله او بعمل حاجه اسمها اي بي سورس ده الشخص اللي قال على الجهاز دي سي 3 يدي للجهاز 10.003 لا الاي بي بتاعه 10.004 بس البرنامج اللي بيستخدمه الباك تراك او الكالي بقول له اعمل كرييت لباكت وانا اللي بحدد بقى فيها السورس اي بي كام والستيشن اي بي كام انا اللي بكتب الباكت وهي خارجه تمام ما تخليش الجهاز اللي يعمل زي ما انت مثلا في الباكت تريسر كده ممكن تيجي هنا في الباكت تريسر شايف انت الرساله ده دي كانت بتعمل بنج عادي تمام لكن الرساله الثانيه دي بس مفيش جهاز ولا حاجه جهازين شايف هنا بقى يقول لي انت هتعمل رساله بنج عايز السورس اي بي كام والستيشن اي بي كام ده انا اللي هكتب تمام مش هياخد الاي بيهات اللي موجوده على الاجهزه ده اللي هكتب الاي بي ده كام وده كام فانا اللي هكريت الباكت بتاعتي فهو بيكريتها بدل ما يقول له السورس اي بي 10.4 يقول له لا السورس اي بي كام طيب هنا عشان اوقف الهجوم ده هو اسمه راح فين؟ النهارده ايه؟ عندي امتحان بكره اه ده عندي امتحان بكره اسبوع ماشي هنا تو ستوب اي بي سبوفينج
يوز اي دي سورس جار. بستخدم الامر بتاع الاي بي سورس جار. الامر بتاع الاي بي سورس جار طبعا اي بي سلوبنج ده بتاع مين؟ سلوبنج صح. وسلوبنج دي لان فعلته عندنا كذا وكذا. انسبكشن ده بتاع مين؟ الارض صح كده. هنا بقى هنزود الامر ده تحت الانترفيسز كلها هيكتب اي بي فيريفاي. اي بي فيريفاي سورس بورت سكيورتي يعني بيقول له بعد ده تحت كل الانترفيس يعني انترفيس رينج من كذا لكذا ده يا جماعه الايه؟ البورت دي اللي هو ساب الاجهزه. واكتب الامر ده اي بي فيريفاي سورس بورت سكيورتي يعني بقول له بعد اذنك اعمل بروفايل للسورس ده. وبورت سكيورتي يعني امر البورت سكيورتي بتاعت الماك ادرس كمان معاك يعني تتاكد من الماك ومن الاي بي الاثنين يعني. ده برضه بتفعل بامر ايه؟ امر واحد. لكن الامر اللي فوق دي اللي خاصه باللي قبل كده ده برضه الامر واحد زي الارض زي الارض برضه. لكن التاني دول كده بتوع دي اتش بي وده بتاع الارض تمام كده وهو ده بتاع الاي بي سورس ده. هكتبه لكم لوحده هنا تحت الانترفيس اهو اي بي فيريفاي سورس وبتكتب كلمه بورت سكيورتي لو عايز يبص على الماك. لو ما كتبش بورت سكيورتي يبقى هيفحص السورس اي بي بس فقط من غير الماك. طيب زي ما انتم شايفين كده شباب احنا معتمدين في الهجوم في انواع الهجوم كلها ان احنا عندنا مين؟ اتش 3 ده لو مش موجود مش هيبقى في الداتا بيس صح. يبقى مش هعرف اعمل اصد الهجوم لا بتاعتي ولا بتاعتي. فعشان تصد الهجوم ده لازم تكون شغال بمين؟ ال دي اتش سي عشان يبقى في قاعده بيانات مسجل فيها الناس. يا اما هتضطر تعمل انت قاعده بيانات مانوال دي صعبه. اللي هو بيوزع البيانات على الاجهزه هو ده اللي بياخد منه نسخه على طول. بياخد نسخه من الداتا بيس بتاعتك. لازم اكون شغال في السي في لان طبعا مش انا. هو الطبيعي هو عامل حسابه يعني ان الشركات كلها شغاله بيه. يبقى كده شفنا ثلاث انواع من انواع الهجوم تمام كده. عرفنا الهجوم الاولاني دي اتش بي سبوفنج وحلناه بالدي اتش بي سنومان. الهجوم الثاني بتاع الارب بوزن وحلناه بالدايناميك ارب انسبكشن. الهجوم الثالث الاي بي سبوفنج وحلناه بالاي بي سورس كار. يبقى ثلاث انواع من انواع الهجوم وكلها جايه من ناس اسرائيل من ناس جوه الشركه بتاعتي. وضحت؟ اقرا بقى الملخص كده سريعا. ايه ارم انت مستغرب ليه؟ نفس الكلام يا محمد. ايه اول جمله وبص لح ايه في ايه الكلام اللي موجود ده؟ دي اتش بي سنوفن الدي اتش بي سنوفن اتاك سند ان اوثرايزد ريبلاي تو دي اتش سي بي توين يعني بيقول لك هجوم السبوفنج ده دي اتش بي سبوفنج بيبعت ريبلاي رد على دي اتش بي بس ان اوثرايزد يعني رد غير موثوق فيه او رد غير موثوق فيه ان اوثرايزد. الدي اتش بي سنوبنج بقى بيستخدم عشان يوقف مين؟ دي اتش بي سنوبنج يعني ده شرحه وده الصد بتاعه. بعد كده دي اتش بي سنوبنج خلاص بيقول لك سهل اللي هو يطبع على السويتش. الارب سنوبنج بقى يعني بيستخدم عشان يعمل ري دايركت للترافيك لان اوثرايز ديفايس. الراجل ده بقى لما يعرف لي مكر راوتر قال له مكر هو تمام كده. طب عشان اصده الدايناميك ارب انسبكشن بعمل كونجكشن. كونجكشن ده اللي هو ايه؟ انا ما اعرفهاش الصراحه تمام. ويز دي اتش بي سنوبنج تمام كده كان بي يوز تو كاونتر ارب سنوبنج يعني بقول لك الدايناميك ارب انسبكشن
بالمساعده الدي اتش بي سنوبنج الاثنين دول يقدروا يوقفوا مين؟ الار بي سنوبنج. عشان كده كان في كل مره بيكرر الاوامر بتاعت الدي اتش بي سنوبنج معايا. طيب اخر جزئيه بقى شباب البيست براكتس او السكيورتي تيبس اللي هي بعض الحاجات كده تهمك وانت بتعمل سكيورتي في الشبكه. تاخد بريك؟ يس. بريك بعد الهجوم الفظيع اللي احنا عملناه ده. اغلبيه بريك ونكمل بعد بريك ان شاء الله. يا استنى بس السكيورتي تيبس ديت كام سلايد؟ احنا فين؟ في البيست براكتس هنا 47 61 يعني 12 سلايد كده والله سهلين يعني ان شاء الله. اطلع بريك مش عايزين بريك؟ لحظه بريك اوكي بريك احسن بقى ولا بريك؟ نعم